بقول لك هات الكاميرا كده شويه عشان انا بحب اقعد هنا. ما فوقش. ايوه الواد بتاع الكلب ده عايزك. الاستاذ لولو. ازيك يا استاذ لولو؟ ازيك يا فوقش؟ انا جبت الامان اهي. بس الكلب ده مش اصلي يا لولو، الكلب ده مستهجن من كلب بلدي معفن. لا يا فوقش ما تقولش كده، انا ما رضيتش اشتغلك واجيب لك كلب صيني من ابو 2.5، ده كلب بوليسي اصلي. الله، ومالك بتدافع عنه كده يعني زي ما يكون اخوك؟ انت متاكد انه كلب حراسه؟ الا متاكد، الكلب ده مش هيخلي اي حد غريب يهوب المنطقه. طب قولي هو بيشتغل ازاي؟ حط ايدك على ظهره هيسقف. ايه اللي بيشتغل ازاي؟ لازم نشممه حته من هدوم البلطجيه دول. طب احنا كنا متفقين على كلب بس، لكن كلب وسط زراف ده كتير عليا. قولي انك عايز حته من قطرهم، حاجه زي كده مثلا. طيب انا عندي فكيره ودحيكه. عمرك كبير. انا عايزك في مهمه رسميه. بلادي بلادي. انا هديك فرصه اخيره تخدم بيها اهل المنطقه زي الاستاذ جمعه الشيال في دموع في عيونها. انا عايزك تبقى عميل ازدواجي. انا فاهم قوي قوي يا كبير، بس مش عارف اعمل ايه بالظبط. طب ركز معايا يا غبي، انت هتنزل مستنقع الاعداء وهتعمل نفسك خرجت عن طوعي، وتروح هناك تجيب لي حته من قطرهم عشان نشممها للكلب دوت. المره دي الشبشب بتاعي شبشب الابيض. غلط غلط يا حمار يا غبي، كده تبقى بتكشف عن شخصيتك من الحلقه الاولى، وهيعدموك زي الاستاذ نور الشريف في فيلم بئر الخيانات. خلاص يا كبير، انا والشبشب فدر المنطقه كلها. هيكا، المنطقة أمانة بين إيديك يا حيكا. حد ينزل بالمزيكا. ولا هيكا، يبقى استحمى قبل ما تروح عشان ما حدش يعرفك.